يسعى عن صلاة المرأة على الجنازة وحكمها؟ لا بأس، صلاة الجنازة مشروعة للرجل والمرأة، لا حرج في ذلك، ولها من الأجر مثل ما للرجل من الأجر في صلاته على الميت. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.